انا رشدي سرحان باظ احدثك من الساحل الشمالي الافغاني، وقد قمت بواحد واربعون عملية ارهابية في جميع الدول الاجنبية المنوفية منها والغربية. احذرك يا ادهم يا شاذ بانه لن تنعم امريكا، لن تنعم انت بيوم واحد. ادفع المليون تعاطفك واحد ومو كفاية، وان لم تدفع لسوف اقتلك واقتل بنتك ثم اقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة انا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها والحركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي أباظة. طيب رشدي أباظة مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود.